لو الحكاية فيها إن فيديو خارج مرة مسكونة ونزل من الأجازة تحت عرض أن دخل المعسكر قلت مع زمايلي جوا عشان يفتشوا الشنطة وبعدين زميلي بيقول لزميله اجي اشوف العربية المسكونة بره عليا اللي بطلع بره راح اتصل بيا مفتجر الشنطة محسش بأي حاجة اتنفخت ومحسش بأي حاجة ويشفيك ويقومك وبعد كده ترجع معسكرك تاني وتأدي خدمتك تاني. تقول ايه لشعب مصري عشان تقول ايه لشعب مصري؟ ألف سلامة. ألف سلامة.